تعلن اكتمال الجياد والأفراس. مشاهدين الكرام وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع جياد وأفراس الانتاج في الشوط التاسع على كأس الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مسافة 1800 متر، وقيمة الجائزة 100,000 ريال بمشاركة 15 رأس تمثل 10 شعارات. الانطلاقة لظن السعد، يبدأ الانطلاقة من الداخل الآن بطول كامل في المرتبة الأولى، السياح في المركز الثاني والمسرع في المركز الثالث، محاولات التقدم أيضا من قبل السد في المركز الثالث في هذه اللحظات، فيما ظن السعد يقود الجياد الآن مع الانطلاقة. مشاهدينا متابعينا الكرام، كأس الرئاسة العامة لرعاية الشباب ما بين جياد وأفراس الانتاج المحلي عمر 4 سنوات فأكثر. ظن السعد في المرتبة الأولى في المشاركة الثانية هذا الموسم في المركز الأول، سياح في أول مشاركات هذا الموسم في المركز الثاني، والسد في المركز الثالث. التقدم يأتي للمرشحة في هذه الأثناء الآن منذرة، تبدأ التقدم في هذه اللحظات مع تقدم أيضا للنجم الكاسر في المركز الرابع. الآن يبدأ دخول منذرة على ظن السعد مع بداية الخط المستقيم. ظن السعد منذر المرشحة تأتي من الخارج الآن، وأيضا النجم الكاسر يأتي للمرتبة الثالثة. منذرة تنتزع الصدارة والمركز الأول، كاسر رئاسة العامة لرعاية الشباب. النجم الكاسر سيباغت منذرة بالفعل، النجم الكاسر ابن التسق ينتزع كاسر رئاسة العامة لرعاية الشباب. ألف ألف مبروك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. إذن يتخطى أخته منذرة ويحصل على كأس الرئاسة العامة رعاية الشباب النجم الكاسر من نسل التسق لأبناء الم...